فيا عباد الله، يا عباد الله، نصيحتي لنفسي ولكم أن تتقوا الله قبل اللقاء، فمن لم يتق الله قبل اللقاء فوالله لينظرن إلى ما يسوءه قبل أن تفارق روحه بدنه، ومن اتقى الله عز وجل فلينظرن إلى ما يسره قبل أن تفارق روحه بدنه. والفاجر يكره الموت ولا بد له منه. لا يشغلنك يا صاحب المنصب منصبك فتكره لقاء الله لأنك عصيت الله به، ويا صاحب المال لا يشغلنك مالك فتكره لقاء الله لأنك عصيت الله، لا يا صاحب الهوى وصاحب الشهوة لا تشغلنك شهوتك وهواك فتكره لقاء الله والله للقائك أكره. ويا ويلك إن كره الله لقاء منا واحد يدري أنه يعيش إلى أن تغرب شمس هذا اليوم، بل منا من عنده يقين أنه يعيش قبل أن يخرج من المسجد، بل منا من عنده يقين يعيش قبلها بعد هذه اللحظة التي هو فيها. أما نزعت الأرواح والناس ركع وسجود، أما نزعت الأرواح وهم يطوفون في الحرم، نعمة الخاتمة هذه، أما نزعت الأرواح وهم على أخشاب الملاهي والمسارح، أما نزعت الأرواح وهم يغنون للناس، أما نزعت الأرواح وهم على معاص كبيرة ظاهرة، سبحان الله، من نفسه بيد غيره كيف يأمن على نفسه أنه يكون على معصية؟ والله إن من مات سيبعث عليها، هذا هو من مات على حال بعث عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، ما قلت أنا، قال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا تغرنكم أمور الدنيا، قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا أمسك ملك الموت بتلابيبك من عندك؟ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، ما في أحد، ما أحد رقيب، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، استسلم لله تعالى إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا تكن من عصى الله عز وجل، إما أنه كفر بالله أو استحل حرمة من حرم الله أو خالف حكما شرعيا من أحكام الله تعالى. ما تنفعك الدنيا يا ابن آدم إذا عصيت الله من أجل هواك، من أجل شهواتك، من أجل ما تظن أنه من مصالحك. وإن جاءك الموت على ذلك لقيت الله به ولا حجة لك. اتق الله يا عبد الله، اتقوا الله يا معاشر المسلمين، اتقوا الله يا رجال، يا رجال، يا أهل الغيرة، يا أولي الألباب، يا أولي النهى، غيروا على حرماتكم، غيروا على نسائكم، غيروا على دينكم. اتقين الله يا أيتها النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكن كما أن أكثركن أهل الجنة.